Behind closed doors, I'm a fool for your lies. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا بتحدي ثلاث دول: العراق، السودان، فلسطين. بس السعودية. جالسين كلنا في السعودية. كل واحد التحدي هو كل واحد فينا يقول 10 كلمات والثانيين يحاولون يخمنون إيش معنى الكلمة. وراح نبدأ. يقول لنا الخسران. إيش يسوي الخسران؟ يتصل راند برقم غريب. شو حيصير بعد؟ حصل بوينت ولا يعني انا من الاخر ترى ما طلعنا ولا كلمه. انت تجيب كلمه، تجيب لك كلمه حتى لو احترم صحيح عادي، بس اللي ما يعرف الكلمه كيف انا بجيب بوينت؟ انت تقول يعني تحزر صحيح. اوكي طيب زين كمل يا واد. فراح نبدا مع العراق. ليش ويا العراق؟ على اليمين. يميننا يسارهم. اي صار وقت بدل ولا ما قلت بس السلام عليكم. انا اسمي عمر. وائل. انا صفين. صح، هو صفين ما يقدر يقول اسمه لحاله ولا طبعا. يلا نبلش. زين اوكي، كلمة صعبة ولا سهلة؟ اللي تجيب وانت عبر تحبر. انا جاهز. لا شك ما شك. امشي كور. انت غلط وصل واحد على المدري. بس اذا بنخسر اذا ما بنجيب عادي نطلع حزورات. صح؟ ايه حزورات. بس كم واحد؟ ايش؟ كم حزورات؟ كم واحد؟ واحدة صح؟ ايوه واحدة حزورة. كل واحد عنده حزورة واحدة. سؤال واحد. كلمة واحدة. كلمة ولا حزورة؟ حزورة شفت حزورة هنت. اوكي تحصلها ان افري. انا حزورة. حزورة is like a guess. حزورة معناته انه what's a hint. هنت معنى هنت. هنت اوكي يلا ترجم. انت ترجم. انا افتح جوجل HINT. very well. يلا check ما شاء. عندكم 1 هنت. كل وورد عادي. اوكي يلا تشيك ماشين. اي تشيك تشيك ماشين. بالعقل اذا تقولها خلاص صح ولا 3 كيسز؟ لا لا 1 كيس. يلا بالعقل خلاص. ايش هاو يو سي كيف ما يقول؟ تشيك ماشين. تشيك ماشين. اي كان جيف يو ا هنت بيفور يو سي. طب جيف مي ون. طيب جيف. لا حاضر. شيء بالسياره. تشيك ماشين. قصدك بالسيارة؟ الكرسي. شو اسمه؟ انت قلت كرسي صح؟ خلاص. ستيرنج ويل؟ خلاص؟ اكيد؟ اكيد؟ غلط. نعم. تشاك ماتشا الراديو. الديلاب هذا الدرور. البنزل من هذه الباسنجر. ايه. اوكي اوكي. اوكي. فيري. نايس كلمة. تشيك ماتشا. صف وردكم. طيب. يلا السوداني. بغادي. انت. صخمنا. بغاتي شو بغاتي؟ لا بغاتي. سيارة. بغادي. بغادي؟ يعني بتغازل. لا شال. الهند انه هو كأنه مكان. زي مكان ولا زي مكان ولا هو مكان. هو بس هو اسم محل وكذا. اوكي. والله احس اتس لايك مكان مال دانسينج رقص اللي في البارز ولا من وال. اخذ جوابك؟ اي اخذ جواب. اخذ جواب؟ صخمت نفسي بس يلا. ما ايش يصير يعني؟ مطعم. وايش الهند؟ ايش الهند؟ الهند انه مكان. هو مكان بس ممكن يكون محل ممكن يكون هو بس غير ما بتكون انه مو اسم محل. بغادي؟ والله عندي انا ضرب. Is it كلمة محل؟ لا ما اسمه.
مكان بس هو كمكان لكن المحل like a park. والله ما انت ترى الفلسطيني كله بتعرفه الله يعلم ممكن تطلع ممكن تطلع كلمة هيك تجيب لك كلمة صعبة حمص حمص خبز إذا ما متأكد درج ستيرز هذا شو والله شكل السودان والفلسطين قريبين بس 1-0-0 يا انا شكلي متصفن صح هذا الستيرز درج درج از ذا لا فكرت اذر لا تسخننا شوي شوي بس at least be close to it يعني رعصي خلينا نروح خلاص بكفي وين التليفون متصل احنا حيوان ايش الكلمة؟ رعصي ما عندك اي واتش ها؟ ايه عشان لقد حكيت ايه رعصي مو بس ها؟ مو بس والله ما ادري بس وي كول ات بزونة تعرفون كلمة رعصي Is it a lion? I said no, it's not fan. Ask the fossil. No, no. The animal of the country. The man from. Tiger. Asad. Bob. With a falcon. Falcon. Okay. Bob. مكان زي مكان مو كلمة صح؟ ايش؟ مو كلمة يعني مكان هو كلمة بس عندها نفس يعني كمكان يعني not like last كلمة يعني مكان لا تقريبا يعني هذا مكان زي كذا يعني مثلا المشكلة لو قلت المعنى لو قلت المعنى حتى خلاص حلة؟ حلة 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 من الحال لو قصة مو مكان مكان هذا لا عزيز كلمة حلة هند وقصة هند الهند لأنه مكان بس لا بس هو إيش شكله يريد يسافر على السودان هو يسافر على السودان بالعكس والله فرد والله فرد والله فرد يعني رايح حلة حلة يعني زي ما تقول مثلا اعطيك طرح تكون في جلدك في جبلك ماشي لحلتي ايش؟ ماشي لحلتي بيت بيتك منطقتي منطقتي الجواب النهائي؟ انا هذا النهائي؟ تقريبا انت ماشي الجواب صح 2-1-0 العراقي خسرها وين شكله هو يتصل رقمكم اكبر كذا طيب الناس نخليه هو عشان الناس نصير 3-1-0 مثلا 2-1-0 صح؟ اللي
نيجاتيف 2-1-0. يلا حق دكانه دكانه بقاله ويت هنت كده عرفت العب دكان is supermarket. واو he said والله عيني والله. Do I count as it or do I have to also get a point? I'm not saying it first. لا لا لخص جواب جواب سمارت سمارت 3-0. كم من أصل؟ واحد صفر اثنين تمسك واحد اثنين صفر. أشوف إنه بده يقول هي تجيب 10 بس كل خمسة تجيب خمسة خلاص. خمسة تريدني أخسر. اللي بجيب خمسة بتصل. كيف الواحد بجيب خمسة أصلا؟ هسه هو اثنين. طيب. قلت واحد أنا صفر. غلط يعني. طيب هسه هسه كيف أنت هسه جبت علامة أنت؟ أنا عشان ما غلط. طيب إلا هو غلط. هو غلط مرتين. اللي هي غلط خمس مرات. طيب هي يلا غلط كمان مرة اليوم هلا. له جاب صح حق الدكانة؟ أوه. جاب. جاب بقالة السوبر ماركت. يلا كلمتي. بوري. الهارد. هارد. أقول لكم هنت ولا خلاص؟ لا غلط. خلاص؟ خلاص؟ أعطني هنت. أحد يحسس فيها شيء غلط. حاسس فيها شيء غلط. البوري. شيء تلقيه بالبيت. يلا. شفت دق البوري بالامارات كمان نفس الشيء دق البوري. لا حبيبي هذا اسمه هورا. دق الهورا بوري شيء تلقاه في البيت تلقيه في البيت. البوري بوري 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 عاد تلقاه في اي غرفه. ما اقدر بالمطبخ في الحمام في الغرفه تقدر تلقيه بالمطبخ في الحمام بس ممكن ممكن تيجي المغسلة السين آخر جواب طب هذا هو السين خلاص خلاص اثنيناتكم غلط. ايش فيني؟ ايش فيني؟ بوري سباي باي السين مش باي مو سباي السين هذا تسميه سين هو خالص سوري 1-2-2 بكيف وات؟ 1-2-2 صح؟ شغلت الحيل اوكي طيب كلمة يا شباب لا تصفوا عن قريب اول؟ عن قريب تبقى في البيت عاد تشوف الغرفة في البرندات عن قريب؟ في البرند وين؟ تلقاها في الغرفة في الغرفة في البيت بس بالغرفة تلقاها في الغرفة في البرندة لما تزول تلبس في البان بس في البرندة هذا خاص كيف تلقاها ايش ايش الكلمة تعرفها؟ عن قريب الهانجر هذا راح تكتبه؟ لا الهند ايش الهند؟ الهند تلقاها في البيت تلقاها في البيت وين في البيت؟ في الغرف طيب تلقاها في البرندات سريع خشبي سريع خشبي بقى ايه مو هي سريع خشبي بس هو في النص بيكون خشب الحديد بيكون الحد ايه يا ابو سوداني ايه عبر يلا ثلاث صفر واحد ايه صخم السوداني كيف يعني اول عن السوداني يعني الزول ولا لا الزول المول
أنت. It's like كيف بقول لك إياها أو بداو بدك أحكي لك إياها بس بدي جاوب أعطيك الجواب. طيب الجوال وخلاص. أعطيك الجواب وخلاص. أنت ثلاثة صح؟ ثلاثة. لازم أصح. يا رب تحصل. It's a place. بس. مجمع تجاري. شو اسمه؟ It's like a place. الاسم. مول. مجمع تجاري. مول. يعني زيه. مول. المول. لا المول. بس خايف خاف الكلمة خير. مول خلاص مثل الظهران مول. وانت. مجمع تجاري. يعني مجمع تجاري. Yeah, same thing. Same. 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 أربعة ثلاثة. أسف. أربعة اثنين ثلاثة. إيه. والله خايف. أنا بعرف 1 point. 1 point. أتصح. والله إيه. والله طرد. يا خفيف. أصبر. ما نقدر نقول. صندل. 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 ايش انت؟ تلبيه هذا الكلام حتى حرام خلاص صندل الصندل صندل شو؟ ساندلز اخر جوال؟ لا 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 طيب تاكل الهند شوف لي لا يعني find it in the bathroom اي ممكن حتى تلبيه around the house طيب البلاط البلاط سيرمي البلاط اخر سؤال هل كيف الباثروم ايفري وير اخر سؤال ولا لا اخر سؤال اخر جواب قصدي يلا ماشي بيها اخر جواب الشرطه كيف قاعد يشربها؟ انت اصلا عايش حياتك ايش الكلمه؟ صوندي خايف منه اكثر ما يسمع اذا هو يخاف البانيو افضل ما تقدر تلاقيه برا عشان يقول قطه بلاط النادي وين كان شوف اي كلمه تقول اخر جواب ها يلا السجاد سجاد يعني كاربت خلاص غلط ليش هذا قال ايفري وير؟ تركي اراوند ذا هاوس اراوند يعني برا اراوند معك اراوند ذا هاوس اراوند كان قلت لك داخل البيت ان ذا هاوس اراوند طيب كمل 4 4 2 3 3 يلا صح ليش؟ طيب ان شاء الله نجيب هاي الكلمة صح اذا ما نجيبها اثنين اثنين فايف شو يصير؟ روك بيبر سيزر خليها تاني لا بوف بوف فين طلعوا جبنا 9 9 وجبت 10 10 ويل دو 20 طيب انت اصلا هاو بعد لا بطش ما يكون معكم 4 4 4 كذا ساعد لا ما ساعد غير الناس اللي في السوداء بمبر بمبر كل الدايت بالعاطفة ماشي الهند تلقاه في البيت عادة تروح هناك السوداء تلقاه زين وين مكان البيت؟ everywhere كفاية everywhere تمام يعني هنا غابة ما تلقاه في فلسطيني ما تلقاه كثير فيها متواجدة يعني شو السلاح تلقاه فيها؟
وات تسلك الرجال؟ ليش تسلك الرجال؟ انت قاعد من تروح السودان حتى رجال في البيت كمان كل مكان تلقيه يعني اكثر من واحد. ايه حتى تدخل بين تلقاه في الغرفه تلقاه في شو اسمه في المطبخ مرات زناقين ها؟ زناقين وعمار سوريا برمضة تلاقيه في البيت بس عمارات ما بتلاقيه في البيت السعودي احنا شايفين يعني السعوديين غالبا الا في البيوت الكبيرة يعني البيوت الشعبية تلقى هنا هو لما تروح على كاد على الارض هذول الكراسي على الارض ايش هذول اللي بيكونوا او بتاعت الارمز الارمز هذا جوابه؟ اه بمبر بمبر اي ار بيها اي اخ فرق فرق هذا الار يعني اذا عرفه اخي مره مره منكم والله بس كلمه منك اعطيني دقيقه زين لو ما جاوبت روح لا والله اوكي زين بس قول لي قبل ما تخلص 3 2 تبدا بدا زولية هذا الجواب؟ ايش الزولية؟ كاربت خلاص هذا هو الجواب؟ تلقيها كل مكان بالبيوت الجديدة لا 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 تعرف تلقيها everywhere غابة تلقى في السودان تروح السودان تلقى كثير دول في السعوديين هي في البيوت الجديدة غابة مرات البيوت الجديدة مرات كاربت خشبية خلاص اخر جواب اخر جواب اثنينكم غلط بس هو اقرب واحد الجواب الصحيح بس ايش ايش الجواب؟ قلت حتى الارم ريست هي ايش؟ كرسي صغير اعوذ بالله مش شيطان رجل كرسي صغير لا 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 هو كرسي صغير عرفت؟ اللي تعمل اتوقع انكم في الشام مرات تحطوا فيها ملابس بتكون زي الجلسه الصغيره. ليكويد. ليكويد في فرق بتكون في ليكويد يعني؟ بتصب في القزاز هيك مي صح؟ هذا من فوق في فراغ ما فيش مي. ليش؟ هو ال هو سمول تشيرز. Is it small and only؟ شوف ما في ما في ما في تخيل هذا ما في هذا. ما في هذا. اه اوكي صغير صغير فروم بلاستيك هيك بيكون هيك كل مره بلاستيك فولد بتكون مرات صرت في كان فولد في كان مش فولد تلاقيها مرات في الجامع ها اه مرات اه خلاص ايوه تلاقيه في المكان بالبيت حتى في البانيو لا تروح السودان راح تلقاه في البان لا ما يحطها في البان عشان يقول حبيبي يلا يكون هيك خمسه خمسه وان تو فيديو بوث فيكتور بوث فيكتور اوه خلينا نتصل هلا خلاص خسرنا انا وصفين عمر وصفين يلا انت ربي برسيسرز من الجديد انا ببلي اول خلينا انا نخلص وخلاص اوكي برسيسرز شو اي جات يو اي جات يو يلا روح يلا رن لازم عراقي صح؟ لا اي شيء لانه هو التشالنج تشالنج مال اللغات صح؟ فلازم باللهجه مالك ايوه باللهجه 05 يا طب 55 صح؟ انا ما هو 056 او 054 وات ايفر طيب 05 5 الو السلام عليكم الو محمد محمد جاسم الو سكتر سكتر يلا خلص لاود سبيكر ها ما شاء الله اكيد سعودي يوزر بيزي يا طماطم ما يرد
الو مشعل. مين معي؟ الو اسفين رقم غلط اسفين. اسفين سوري. مين هذا هندي ولا مين؟ ما ادري. واحد نايم مسكين والله مسكين. ما خلينا نشوف على الفيديو اذا هند عربي يحكي عربي ولا لا. يمكن يحكي ما ادري. لازم انا اخبر الان. نخبر مين؟ انه يتصل. اي ما حد رد. لازم هو رد بس ما جاوب. خلص خلص؟ او لا خليه يجاوب مو وكمان اي كولد بس نو ات واز يوزر بيزي. خلينا نشوف. يلا صفين انكل كم الذي طلبته غير موجود. محمد جاسم. مين محمد جاسم؟ اسمع الو محمد جاسم حظي. خلاص واحد ثاني في تشالنج ما شاء الله يعني خلصنا. وين كنت الفائز؟ يمكن اثنيناتهم كانوا بنات. صح انا كنت الفائز. هو يرد بس ما يجاوب. لازم ينتظر يعني منو يسمع صوت ولد ولا بنت. ايه عشان يشوفوا يعني مين هذا الراندوم نمبر. لا بس لو بنت ما she's not gonna answer. So I hope you enjoyed this. Thank you for watching. Please rate, comment, subscribe. And I hope to see you guys later. Peace. In Middle East. Yeah!